وامكد الله عمر راح. عموما استاذه سوزان الان راح تعرض اللوحات مالتك وراح تعلقين لنا على كل لوحه راح ان شاء الله. بس ممكن تعقيب على شطر من سؤال نسيته انه عبر الزمان يعني الفن تاريخ. عبر التاريخ الفنون كانت في فنون تحجب دائما عن الجمهور، دائما كان الفنان لما يبتدي بمدرسه جديده بشيء جديد يلقى معارضه، فما كانت تعرض اعماله، كان يعاني عقب ما يتوفى يموت يعني بعدين يتذكرون. دائما بعد لا روح كان سالناك السؤال استعجل نام عجولا. خلينا نبدا بس باللوحات هاشم. الآن راح نشوف اللوحات بس راح يعرضهم لنا المخرج، واستاذة سوزان راح تعلقين على لوحة لوحة من لوحاتك. هذه اللوحة آخر إنتاج لي لم تعرض بعد. حلو. أسلوب جديد تماماً عن اللي قبل. تقريباً نصف تجريدي يعني. هو تجريدي. يعتبر. هو تجريدي. ولكن بعض الإيحاءات الواقعية يعني بعض الإيحاءات. حلو. وطبعاً بألوان الأكريليك و. إن شاء الله تعجب الفنانين زملائي لأن تجربة جديدة جدا، ما هذه بعد تتبع هم تجربة جديدة بالألوان الأكريليك وأدوات مختلفة، والألوان لم أستخدم الماء يعني خلطة الماء كثير، وهذه بعد تتبع. وهذه هم تتبع الفن التجريدي هو لا اللي المجموعة الأخيرة هذه ممنوعة، هذه قديمة لا ما تصور هذه ممنوعة لا عادي يعني إنسان مشاعر هذاك هم بألوان أكريليك هذا بألوان أكريليك هم ألوان جافة 2004-2005 شغفين في معرض زي ما خلنا نوقف عند الصورة هذه. أنا لو أنا كمشاهد نرجع لها يعني شو تحاكي مثل الصورة هذه شو تحاكي يعني شنو الفكرة اللي فيها؟ البرزخ لو تطالعها تفاصيلها مو مبينة فيها كأن في أحد هي فيها امرأة تقريبا كأنها حامل. هذه الصورة سألتك هذه اللوحة اسمها الفلكلور، هي فلكلور من خيالي يعني مو موجود فعلا. نساء لابسين ملابس فلكلور أتخيلها من عصر قديم. تعتبر رسومات تجريدية هذه؟ تجريدية لكن بتصرف يعني الفنان مو بس يرسم شيء موجود، ممكن يعني شيء موجود بالتاريخ لكن بتصرف بأفكاره الخاصة يضيف لها. نروح للصور بعدها. هذه البرزخ يعني هذا يقول لي هاشم تشندس. لا والله هو فيها الصورة تفاصيل. فيها امرأة أنا بعرف شلون تشندس هذا. لو طالع شوف أنا عندي حس فني أبو أحمد أنت كلام هاجمني. هاي شلون تشندس هذا؟ كأن جسد امرأة. لا في امرأة بالنص وفي هناك رجل. وين تشندس؟ شفت شلون؟ أو امرأة مقيدة تقريباً. مقيدة. أنت كلام هاجمني. والعالم كله. مساء تشندس الحين وقف. حلو صار علي اليوم صدق اخوي سعود لازم كل حلقه ياخذ له واحده ما يجوز ما في شيء نعطيه فرصه ثانيه يا طيب تعطيني فرصه ثانيه ها تفضل هذه اسمها الحان العشق هذا من الشرح وايد هم بالاكريليك عود ولا هي اللي بعد لا عود زين الحمد لله هذه الحان الماء هذه الشاعره هذا ملاحظه كل دورك يعني دائما المراه تاثيرها بالتراث تاثيرها يعني ملاحظه الشغله هذه انا احب اعبر عن المراه هذه تشرحي للمخرج يقول انا بعرف شنو هالصوره لانه وايد حلوه الوانها حلوه احب الالوان شوف هذا انا سويت سلسله من هذه اللوحات سميتها الى نقاط الحريه إيه حلو. أو إلى الحلم بعد هذه الموجودة الحلم. امرأة هذه امرأة في مراحلها المختلفة هني عقب ما تحررت بس سويت سلسلة أنا أول شيء المفروض أنتوا الحين ما تطالبوا بالحرية حرياتكم كلها أخذتوها بعد إيه بعد شو بقى هذه نفس السلسلة هذه إنها قاعدة تعاني قاعد عندها مثل في أجنحة بخيالي أنا يبدو أن المرأة طماعة من حقنا نفس الشيء إلى أكثر من كذي من حقنا إحنا نستاهل أكثر يعني هذه إيقاع الصمت حب يعني هذا اللي مسالم بك كله أكريليك اللوحة ممكن تشرحين عنها بالبداية هذه اللوحة اسمها حب أنا اللي أقدر أقوله إنه بأسلوبي وبطريقتي تقريبا طورت في أدواتي والتقنيات مالتي الخاصة يعني ما شفت يعني تجبرين المشاهد قاعد يتمعن في الصورة ويحاول يفسرها هذه أمومة بس مو مبين بياهل في ياهل بيدها يعني آه.
حاولت هي اسم اللوحة حياة خضراء يعني حاولت أن أسوي إن الحياة الحب يعني والإحسان. والصورة هذه ربيع السماء سميتها. هذه عرس رقصة صح يعني فيها منها شكو عرس بو أحمد الرحيل هذه شكو عرس عازفة الإحسان ناطرني يعني ناطرني يعني ماشي أنا بسكت. هذه اسمها عرساد يعني طلع كلامي صح وعرس تقدرني قبلها ضربة خمس لوحات بو أحمد المغرورة هذه هاي تقريبا فيها بس مو واضحة هني فيها إيحاء من التراث فيها رموز السدو. أنت مبتعدة عن الطبيعة يعني التركيز على أمور الخيالية والأشخاص والمرأة. لا طبعا أنا بداياتي لازم كانت أشياء واقعية وطبيعة وهم طبيعة حية وصامتة يعني موديلات و يعني في مشاهدين يحبون الطبيعة رسم الطبيعة. هو طبعا كل فنان حسب اتجاهاته وميوله يعني أنا أتقنت الفن الواقعي والطبيعة والأشياء المفهومة بس بعدين أنا اتجهت لروحي أكثر أنا حاولت أعبر إنه يكون لي مدرسة خاصة تميزني. زين تشرحين الصورة هذه؟ هذه هم من وحي التراث فيها من تراث السدو وهذه نشروها بجريدة الرياض إنها تحت عنوان فن عالمي وحاليا موجودة في استوديو الكويت. صباح الخير. هذه لوحة يعني طلبوها مني بالأرجنتين إن يحطونها في كتاب. هذه الصورة؟ أي والله ما شاء الله يعني دور الفن التشكيلي عالي إن يربط دول العالم يبين ترى لأن دائما نقول الفن هو صورة تعكس على مستوى الثقافة اللي بالدولة. الفن التشكيلي هو اللغة المشتركة صحيح يعني أنت ما يمكن ما تعرف إسباني